السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلكم شباب معكم ركانة وهنتر كذا من قناة آرثر هدى. طبعا اليوم جيب لكم ثالث حلقة من سلسلة تعديل السيارات. طبعا الحلقة الماضية عدلنا هذه الهامر، فلو تبي تشوفها ادخل على القناة حقتي وشوف الفيديو، يعني الجزء الأول والجزء الثاني. فالحين بنعدل إن شاء الله البوغاتي. البوغاتي هي على ما يعني لما خاب ظني أسرع سيارة، بس برضو في سيارة ثانية يعني سريعة جربتها، يعني حسيت أنها أسرع من البوغاتي اللي هي هذه السيارة، وأرخص ترى، يعني أرخص من البوغاتي وأسرع من هذه إنفينيتي إكس إف. وهذه مو اسمها بوغاتي، اسمها أدقر، مدري يا أخي، خلوا بنحط الأسامي حقي. أحمر ترى لون حلو الأحمر، فخلاص شريتها. يعني طبعا زي ما قلت لكم، اي سيارة تبون اضبطها اضبطها، قولوا لي بس في الكومنتس اني اضبطها، بس على طول اضبط لكم اياها. يعني اي سيارة في الشارع تبوني اضبطها من عيوني اضبط لكم اياها. خلنا نستنى بس يدخل جراج. ايه هذا، شوف لونها احمر حلو والله انه حلو. وفي ترى الفيديو الاول حق تظبيط السياره ابو 10 مليون، ترى الشباب والله يمكن كلفني اكثر من 20 مليون، لاني انا صورت الفيديو اول مره الكاميرا طاحت وحوسه، يعني صارت حوسه بالكاميرا، فاضطريت اني اقطع الفيديو افجر السياره عشان يعني اعيد لكم الفيديو، نشتري السياره مع بعض كذا يعني. فبعدين من غير التعديلات 20 مليون حق السيارة لحالها، بس غير التعديلات، يعني التعديلات كانت 10 مليون الأولية اللي حقت الفيديو الخرب، كان خلاص بخلصها، بس بقي لي العجلات وطاحت الكاميرا، فقررت اني افجرها. مو مشكلة عاد، كلها عشانكم شباب. هذا الآن مرة الثالث مرة بشرح لكم اياه، يعني الدرع. في ناس لسه ما معهم فلوس، يعني خلص على قد حالهم، يعني يحطوا 20%، أنا بحط 100%، وهذه الفرامل بحط أقوى فرامل، وهذا الإنجن اللي هو المحرك يعني بحط أقوى شيء. بعدين هنا هذه بحط البوق بالعربي، يعني الزمارة حق السيارة بحطها شرطة، واللايت بحطها زنن، والبليت بحط اسمي عليها. طبعا يعني اللي ما يعرف يحط اسمي عليها قول لي تحت في الكومنت. لحد الحين ما جاني ولا كومنت يقول لي ابي اكتب اسمي عليها، فخلنا ندهنها جولد مره ثانيه، يعني لاني دهنت هذيك الاولى جولد، فبدهن هذه الثانيه جولد. طبعا مو جولد اللي هو المكتوب عليه جولد، اول شيء بتحط البرونز. خلينا هذا هو الجولد، يعني شكله مو جولد ابد، حط البرونز، برونز مايل الجولد اكثر. وبعدين نروح اخر خيار، تطلع لك خيار جديد، روحه بعدين نقعد فوق 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 رايس لين يطلع لك الريس بلو. هذا هو الريس يلو، عفوا، شوف صار زي الذهبي بالضبط. ف سيكندري كلر، خلينا نحط سيكندري كلر. نفسها برونز، ما يبان كثير يعني، المهم نخفيها وخلاص يعني. فهذا التهبيط، ايه التهبيط هذا، نحط على اخر شيء نبي السيارة سريعة. الترانزميشن هذا حق اخذ حق الغيرات الجير يعني، وهذا التربو اكيد نحط التربو، الويلز عند العجلات. تخيل احد يحط لك هذه، وين بوي ريحة بتصير في الجبال. حسبورت يعني انا برأيي هذا احسن جنود يعني في جراند في سبورت، خليه اسود او لونه لون هذا مثلا. وهنا هذا الكلام اللي يكتب لك كلام زينة يعني على العجلات. وهنا هذه يعني اللي ما يبي العجل يفقع معاه بسرعة يحطه هذي، انت لو طلقت عليه ما يفقع معاك. وهنا هذا تفحيط ابيض يعني طبيعي الابيض، وهنا اسود، وهنا ازرق، وهنا اصفر، وهنا اورنج اللي هو البرتقالي، وهنا احمر. بحط اصفر يعني يليق مع اللون هذا. الويندو تظليل، بحط اقوى تظليل يعني.
وخلاص خلصنا تضبط هذه السيارة بوجاتي، وإن شاء الله عاد بيكون في سيارات أكثر وأكثر وأكثر. يعني لو تبون كل سيارة في جراند أعدلكم إياها عادي أعدلها. فا والله شكله حلو يعني الجولد، يعني كشخة الجولد، يجي جولد خصوصا في الأونلاين هذا ينفع في أي، يعني في الأوفلاين والأونلاين ينفع، يعني الألوان تنفع في كل شيء. بس عاد جلتشات وما جلتشات، لو جربت جلتش حتشتري سيارات مخفية مجانا، مو المخفية المقفولة مجانا في الأوفلاين، يعني تخفيلة في الخريطة يعني خلاص، حتى الجوال ما تقدر تدخل على النت مرة ثانية. فلو تبون يعني أنزل الحين، بنزل كمان سيارتين، يعني بكون بنزل التعديل 5 سيارات مع شرائهم، وإن شاء الله عاد هذه السلسلة تعجبكم، يعني لأنها مكلفة كثير، يعني هذه السلسلة ما حد نزل عليها أبد بهذا الكم. فبطلع هذه في معلومية على هذه السيارة يعني الفخمة، يعني زيادة عن الفيديو اللي يقول كذا بس وما تنفتح ولا شيء. شوف الحين في مفاجأة تتعلق بهذه السيارة. شوف خلنا نقفل الراديو. شوف لو ظليت ضغط على سهم يمين شوف وش يسوي فيها. يعني ما حد جرب أبد في هذه السيارة، أنا بالصدفة أصلاً يعني لقيتها وخليها كشف عاد. فأنا طبعاً ما بي هذه السيارة، عشان بجيب سيارة بضبطها معاكم. ولو تبوني أطلع لكم كلمات سر عادي، أطلع لكم كلمات سر. خلنا ننزق هذه هنا. أيوه خلاص خلناها شرطة. يلا خلنا نشيل الشرطة. يلا شباب مع السلامة، إن شاء الله عاد يكون عجبكم الفيديو، لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب والمفضلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.